النهاردة هنعمل تجربة حلوة يا جماعة وهنجربها مع بعض، بس قبل التجربة عايز أقول كلمتين كده محشورين في زوري. تمام، يا ريت الناس اللي بتتفرج علينا من أول مرة ما يسرعوش ويحكموا علينا في الفلوس اللي احنا بنخسرها يعني وكده، تمام، أو بنكسبها. كمل الفيديو في الآخر وأنت تعرف الحقيقة. بالنسبة للناس اللي هم طبعا عارفين الحساب ده مصدره إيه والفلوس اللي فيه إيه، دول حبايبنا طبعا واخواتنا متابعينا من البداية. بص يا سيدي، النهاردة هنلعب لعبة الطيارة، تمام، وهنضرب على اكس 30. هنعمل تجربة النهاردة وهنشوف، هنراهن بألف جنيه، تمام، وهنستنى اللعبة، هنشوف هتضرب على اكس 30، على اكس 30 بعد كام دور، تمام، يعني دلوقتي هنخش على الطيارة كده، ماشي. هذه لعبة الطيارة اللي خربت بيوت ناس كتير. ركز معايا يا سيدي، احنا يا جماعة الفيديو هدفه الترفيه والتسلية فقط، مش ان انت تقلد اللعب وتلعب. اصبر للاخر وانت تعرف الفلوس دي مصدرها ايه، بالنسبة للناس اللي لسه بتتفرج علينا من اول مرة، انما الناس التانيين عارفين الفلوس دي مصدرها ايه. هنستنى الدور ده يا شباب ونخش الدور اللي بعده، وهنستنى الطيارة لما تضرب على اكس 30، مش هنسحب خالص. هنبدأ بأول دور بألف جنيه زي ما اتفقنا، هنشوف الطيارة هتوصلنا لحد فين ونعمل تجارب بس كده صغيرة هقولك عليها في الآخر. دلوقتي احنا مستنيين، قلنا هنضرب على 30، أقل من 30 مش هنضرب. أول 1000 خسرناها، ملحقناش حتى 2، خد الـ1000 التانية. عندنا خسارة دلوقتي 1000، احنا خسارة عندنا 1000، تمام. احنا مستنيين هنلعب بـ40000 يا جماعة، كده خسارة تانية 1000، ملحقتش أصلا، ملحقتش. هناخد الدور التالت، تالت مرة. احنا كان معانا في الحساب 340 تقريبا، 340000 يا رجالة، واخد بالك؟ برضه خسارة، تمام، خسارة. التحدي يا جماعة النهاردة إن احنا هنضرب في اكس 30، في اكس 30، واخد بالك انت؟ ما تقوليش كنت سحبت وبتاع، احنا بنعمل تجربة، احنا بنعمل تجربة يا رجالة. مفيش، ده احنا خسرين كتير اوي لحد دلوقتي يا جدعان، والنبي ركزوا معايا وعدوا معايا معلش. عايز بس اثبت لك حاجة كده، بس طول بالك معايا، طول بالك معايا يا زميلي. هوب أحي، خش ركز يا معلم، تاخد حاجة نظيفة. أقول بالك احنا لحد دلوقتي ما رفعتش على التلاتة، يا نهار صحابك اسود. حلو أوي الكلام، حلو أوي الكلام، خليك معانا يا زميلي ونشوف الدنيا هترسى على ايه. بس بالنسبة للناس اللي بتقولك بتعوض والكلام ده، مش عارف انا بتعوض ازاي. طب ليه كده يا حاجة، حاجة طيارة، واخد بالك انت؟ خسارة على طول، فاهمني؟ مفيش حاجة اسمها مكسب، بس احنا برضه هنجيب التحدي، هنوصل للتحدي، هنشوف هتوصل 30 بعد كام دور، فاهمني؟ بعد كام دور وخسرنا كام، وهنرجع نجيب النتائج من دي. 7، ما ينفعش معانا الكلام ده. احنا قلنا هنضرب في 30، هنضرب في 30 يا معلمين، يا متعلمين، يا اللي لسه مصدقين انكم هتكسبوا زي الاول. اسمها شكشك دي، عارف شكشك؟ هو ده الشكشك، شكشك. حلوه الكلمه صح؟ اضحك اضحك اضحك، احنا خدنا نضحك ومن جوانا بنعيط على الفلوس اللي بنخسرها. عبيله عبيله، احنا خسرين يجي 15000 تقريبا كده يا جماعه، صح؟ صلاه النبي احسن، صلاه النبي احسن. خد الـ1000 على طول، خد الـ1000. تخيل ان انت بتلعب بالولفات دي، وتخيل ان انت تضرب في 20 بس مش في 30.
لازم تعرف ان انت عشان تاخد مكسب من الالعاب دي لازم تخسر الضعف، فاهمني؟ وعشان تخسر الضعف لازم تسرق وتشحت وتنهب وكل حاجة. برضو احنا مصممين على التحدي بتاعنا يا جماعة ان هي هتضرب في 30، تمام، 29 مش هنضرب، مكملين، ما وصلتش حتى جابت اللي خدته. عايز اعرفك حاجة مهمة في لعبة الطيارة دي يمكن ما تاخدش بالك منها، ان السيستم بتاع الطيارة عمره ما هيكسبك طول ما عليه تراكم كتير، فاهمني؟ تراكم كتير ازاي؟ ان بمعنى بيقول لك في الموقع ذات نفسه، بيقول لك اللعبة الوحيدة دي في الموقع ذات نفسه انها بتتعامل على التراكمات اللي عليها، يعني بمعنى الرهانات اللي عليها. بيقول لك لو زاد الحمل على الطيارة بتتعرض للانفجار، ده معناه يا باشا ان انت تتأكد من 100% ان مفيش حاجة اسمها سكريبت طيارة، لان دي بتضرب على مستوى اللعيبة اللي موجودين عليها، مش بتضرب انها لها ارقام معينة تضرب عليها، لا لا ما تصدقش الكلام ده. انت اقرا في الموقع ذات نفسه، تمام، وهتعرف انها المعلومة دي، ده يثبت لك ان مفيش حاجة اسمها سكريبت، لان دي بتضرب على مستوى اللعيبة، على مجموع الرهانات الموجود هنا يا جماعة، واخد بالك انت؟ هي مرفعتش عن 20 لحد دلوقتي، مرفعتش عن 20، وزي ما انت شايف ناس غلابة كتير بتكسب وتخسر اهو، تمام. كل القصة ان انت بتلعب عايز تضرب في مكسب عالي، تضرب في مكسب عالي. تخيل هي خسرت كام دور؟ مفيش، مش هترفع على 20 تقريبا، مفيش هترفع على 20. مفيش مشكلة، احنا معانا فلوس كتير يا جدعان، احنا معانا فلوس كتير قوي، وبنجيب السجاير فرد، مفيش مشكلة. وربنا التليفون ده الشاشة بتاعته مكسورة ومش قادر اغيرها. حلوة قوي، حلوة قوي، حلوة قوي. احنا مكملين التحدي يا جدعان، لو لسه موجود معانا لحد دلوقتي اضغط لايك للفيديو وكمل التحدي. حلو، خسارة، خسارة. انا عارف دلوقتي في ناس بتقولك طب انت ما كنت ضربت في الاول على 7 وعلى 8، ما انت حضرتك بتلعب طمعان في المكسب، طمعان انها تعلى فوق، طمعان ان انت تكسب قد ضعف الفلوس اللي معاك 10 20 مرة، لكن النتيجة ديك شايف اهو، اديك شايف ليه بقى؟ لان 2024 بتصفي على الناس على جنب كده، تاخدهم تصفية، كل واحد معاه قرشين لازم يحطهم هنا ويروح يبيع لب. حلو الكلام. تخيل انت حرقت دمك لما تلعب باستراتيجيه زي ما بيقولوا لك هناك، واول ما تطلع لازم تستنى مش عارف تضرب في كام. وانا مره كنت بلعب الطياره وضربت في اكس 30 ويقول لك جت 50، يا عم والله انت بتكذبوا، انت بتكذبوا. اتفرج على الخسائر اهو، اتفرج يا باشا بعينك اهو. اي افترض نفسك ان انت معاك فلوس وبتلعب بال1000 جنيه الرهان دي، بتلعب اللعبه الملعونه دي، وصلت لحد فين؟ اتفرج يا باشا، اتفضل. انا عاملين رهان انها يعني تحدي على 30، مش طمعانين في حاجه كتير، يعني خسرنا قصادها حوالي 20,000 خساره لحد دلوقتي، ماشي زي ما احنا مش هنضعف رهان ولا الكلام ده، هي ال1000 جنيه اللي بنكسبها اللي نخسرها كل مره. هوب، طب تعالي في مره وارفعي مثلا، شرفي نفسك قدام الناس، شرفي نفسك، عوضي خسائر الناس دي كلها اللي عماله تخسر. هنا بص، ركز ركز ركز، طالما هنا في العداد مجموع الربح ده زاد عن المجموع ده اعرف انها تضرب بدري. شوف كل الناس هنا، بص كده ممكن ترفع، ليه؟ لان مفيش حد موجود، في 2 تحت اهو، دول لسه موجودين، كده ممكن ترفع، ممكن تعدي، ما لحقتش تعدي، ليه؟ لان كله سحب، مش هتدي لك تاني على حسابها عشان تبقى فاهم يعني. ده اثبات ياكد لك ان مفيش حاجه اسمها سكريبت طياره، تمام، دي مفيش حاجه اسمها سكريبت طياره. تقريبا كده يا جماعه احنا ما لحقناش ندخل الدور ده، صح كده؟ يلا معلش نخش الدور اللي بعده عادي. ركزت في الادوار يا جماعه ولا ايه الحكايه؟ ولا انا سايبني كده ارغي وخلاص؟ حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام.
طب هنسحب على اي حاجة؟ طيب كده حلاوة روح وخلاص يعني، فاهمني؟ عشان كده شكلها بقى رخم اوي قدام الناس. احنا كنا متحديين تضرب في اكس 30 كفاية. والله لسه رايح اضرب، والله لسه رايح اضرب اسحب يا جماعة، استغفر الله العظيم. تقريبا خسرنا تقريبا كام يا رجالة؟ احنا كان معانا حاجة واربعين صح، بقى معانا 316. ايه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ الناس اللي عايزة تكمل والناس اللي عايزة تلعب، ركز وافهم، ركز وافهم يا باشا. احنا ضد الشركات دي، الفلوس دي فلوس شركات بتاعتهم. بالنسبة للناس الجديدة يا باشا، ده حساب ديمو وفلوس مش حقيقية، ما تعيش الوهم يا باشا. تمام، انا بثبت لك ليه، بثبت لك خطوات ان مفيش واحد معاه مبلغ زي ده يخش يلعب بيه ويخسره كده. تمام، انت طبعا بتعيش الخيال وبتخش تلعب وتقول اهلط على كذا، بس انت تخسر. لو ركزت في فيديوهات الناس اللي بتلعب بالطريقه دي بالذات، هتلاقي السجل بتاعه من تحت كله احمر، كله احمر، خط احمر. تقريبا كده كفايه لحد كده يا جماعه، عشان فلوس ما تخلصش مننا بس، وده هتسلي بيها معاكم. وان شاء الله ما تنسوش تعملنا لايك، وتحيه لكل الناس الموجوده وكل حضراتكم بخير. سلام يا رجاله.